السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. شارك آلاف الأشخاص في مظاهرات مناهضة للإغلاق في لندن بعد أن حث النواب الحكومة على السماح بالاحتجاج السلمي أثناء الإغلاق. بدأ أن المتظاهرون واصلوا التنقل عبر لندن بدلا من البقاء في مكان واحد، فقد سارت الحشود من هايد بارك إلى ويستمينستر مع ما لا يقل عن 33 عملية اعتقال من قبل الشرطة، معظمهم بسبب انتهاكات كوفيد. وقالت سكوتلاند يارد إن عدد الأشخاص الذين حضروا المظاهرات قد فاق التوقعات. قالت وزارة الداخلية أنه لا يزال من غير القانوني حضور الناس الاحتجاجات بموجب قواعد فيروس كورونا الحالية. وقال نائب مساعد المفوض لورانس تيلور لبي بي سي أن عدد المشاركين في الاحتجاجات التي بدأت منذ يوم السبت أكثر مما كان متوقعا، لكنه لم يقدم تقديرا رسميا لعدد الحضور. انتظرونا، سنوافيكم بكل جديد. مع السلامة.